الرقم اللي قدام حضرتك 55 مليار. ايوه. لو فتحت الكوتشينه دلوقتي بالترتيب بتاعها 55 مليار 440، وطبعا ما عنديش زيرو في الكوتشينه فاخترت الجوكر. في حاجات انت عملتها النهارده بالنسبه لي لازم اقف عندها، انك تعرف من الولد الرقم السري بتاع موبايله. لو جربت مثلا اكتب الباسورد ده دلوقتي مستحيل ان هو يتفتح. عشان افتح الموبايل ده هبص في عينك واخد بصمه عينك في عيني انا. يا نهارك اسود. يا نهار اسود. محتاج الورقة دي في حاجة؟ لا ولا أنا. عندي ليك مفاجأة صغيرة. عايز مني إيه؟ عايز مني إيه؟ كل اللي أنا بعمله هو خفة يد. دي خفة يد؟ خفة يد؟ نهارك أسود، بتجيب الحاجات دي منين؟ لا 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 من فضلك. شوف لا من فضلك. لا 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 واحد. لا لا وقف تصوير. لا 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 لا. عزام ازاي؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كويس؟ خير الحمد لله. ها هتعمل ايه بقى النهارده؟ خلينا نشوف مع بعض. دي كوتشينه جديده كلها ارقام مختلفه زي ما حضرتك شايف. هطلب من حضرتك ايه؟ لسه جديده فنطة زي ما انت عايز. وريني بقى واشوف بقى عشان ايه. مرتبها زي ما يقولك متفق بقى ومش متفق بقى والكلام ده كله بقى. دي لسه جديدة خالص، حتى ما تفنطتش. كوتشينة لونها ازرق. استنى اشوف لكون في حاجة طويلة حاجة قصيرة. ما انا اتعلمت بقى بشوفت الفيديوهات وتعلمت. قديم جدا. وعرفت يقولك في كارت طويل كارت قصير. مش الكلام ده. ويقولك يعملها كده تبان كده. يعملها كده تبان كده برضو عادي. بين كده برضو ماشي. اوكي شوف، كل الكروت ارقام مختلفه زي ما حضرتك شايف، في اي مشكله؟ لا. هطلب من حضرتك مثلا تلمس اي كارت حضرتك عايزه من اي مكان يعجبك. اي كارت يعجب حضرتك المسه. اي كارت خده من غير ما اشوفه. زي ما حضرتك اخترت الكارت ده بمزاجك دخله في اي مكان يعجبك في الورق بمزاجك. امسك الورق وانا لف في الناحيه الثانيه واعمل فيه اللي حضرتك عايزه. فنطه كويس قوي بأي طريقة حضرتك عايزها. اصبر. عايز لايك زي ما حضرتك عايز. خلص. اوكي. عايز حضرتك تتأكد ان كل الكروت مختلفة ما فيهاش ولا كارت زي الكارت اللي حضرتك اخترته. في أي مشكلة؟ هطلب من حضرتك تفتح ايدك بعد اذنك. اعملها كده. وأحط الكارت في ايد حضرتك واحد بس، يعني مثلا أنا بتوقع ان الجوكر ده بتاع حضرتك، خليه تحت شوية كده، أحط الجوكر ده. وقفل ايدك عليه. الجوكر ده كارت حضرتك؟ لا. طيب انا مثلا بتوقع ان البنت دي كارتك. لا. برضو متاكد؟ اه. طيب تخيل ان انا اخدت الكارت بتاع حضرتك من هنا في ايدي شايفه وحطيته هنا. افتح ايدك. هو ده الكارت بتاع حضرتك؟ 10 سبيد. اوكي. هطلب من حضرتك دلوقتي تختار اي كارت انت عايزه مره تانية وتفنط الورق زي ما انت عايز من غير ما انا ما اعرف الكارت بتاع حضرتك كان كام. فنط الورق مره تانية زي ما حضرتك عايز. في اي مشكله؟ دلوقتي انا اعرف الكارت بتاع حضرتك اي واحد في دول ولا لا. كل الورق ارقام مختلفة زي ما حضرتك شايف كده. في اي مشكلة؟ لا. هطلب من حضرتك تلمس اي كارت انت عايزه من اي مكان يعجبك. اي كارت، اي كارت تلمسه.
اي واحد اوكي افتح ايدك خده من غير ما اشوفه، ولا عايز كارت غيره خده من غير ما اشوفه، شوفه كويس قوي. شفت. احفظ الكارت بالرقم بالعلامه بالاسم بكل حاجه انت عايزها، حفظته. مره تانية احط الكارت في اي مكان، الكارت لونه اسود لونه احمر، علامه دايموند، علامه تريف، علامه سبيد، عادي لايك زي ما هو موجود، احفظه كويس ودخل الكارت في الكروت وفنط زي ما انت عايز. هحاول اخمن او اتوقع الكارت اللي حضرتك اخترته دلوقتي رقم كام. فاكر كارت حضرتك كان رقم كام وعلامتي؟ فاكر لونه كان ايه صح؟ اه. شوف انا هحاول اخمن مثلا الكارت اللي انت اخترته. انا بتوقع ان الكارت اللي انت اخترته هو العشرة او الاثنين او الاثنين او السبعة دول، واحد في دول؟ اه او لا؟ اه او لا؟ اه. بنفس اللون بنفس النقشة بنفس كل حاجة؟ اه. لا. باين من عينك انك بتقول لي غلط. كارتك واحد في دول اه او لا؟ لا. لو فتحت باقي الورقه مش هلاقي الكارت بتاع حضرتك. كوتشينه لسه اساسا زي ما هي. كارت حضرتك مش موجود. ولو فتحت باقي الورقه كله مش هلاقي الكارت اللي حضرتك اخترته. عارف ليه مش هلاقي كارت حضرتك؟ ليه؟ هقول لك ليه. تخيل ان انا اخدت الكارت بتاع حضرتك في ايدي هنا وعملت كده، الكارت يبقى عندك دلوقتي. عندي فين؟ في جيبك. في ايه؟ في جيبك. افتح الجاكيت اللي حضرتك لابسه، مدي ايدك جوه. سبع سبيد، هو ده الكارت اللي انت اخترته. ده هجيب ازاي؟ تقريبا نسيت من الحلقه الثانيه، فاكر كلمه السر؟ كده صح؟ مثلا عايز اقول لحضرتك على حاجه. شوف كل الكروت ارقام مختلفه زي ما حضرتك شايف، عايز حضرتك نفنطها مره تانية. الكارت دخل جيب ازاي يا عزام؟ كده يا دكتور. لا ايه كده ايه دخل ازاي جيب؟ المس اي كارت يخطر على بال حضرتك، اي كارت انت عايزه، اي كارت يعجبك، اي كارت انت عايزه المسه مره تانية. المس من اي مكان يعجبك. اه. عايز الكارت ده؟ اه. اوكي. ده الكارت اللي حضرتك اخترته. اه. تخيل ان انا ده 8 تريفل. 8 تريفل. اه. خد ال 8 تريفل دي زي ما هي. في اي مكان عايز تحط ال 8 تريفل قول له ستوب. هنا ولا تغير مكانها؟ لا تمام. اخر كلام؟ اخر كلام. هفنط الورقه ده كده نص كده ونص كده واضيع الثمانيه التريفل. في اي مشكله؟ لا. الكروت دي كان لونها ايه؟ ده مش فاكر. ازرق. راجع معاهم. اعمل ايد حضرتك كده، اقفل ايدك الثانيه عليها. عايزك تغمض عينك، فكر في لون، افتح عينك، لون ايه؟ اللي انت اخترته دلوقتي. ايوه قوله. احمر. احمر. الكروت دي لونها ايه؟ ازرق. تخيل ان انا معايا حاجه لونها احمر ولونت بيها ظهر الكروت كلها. شوف 1 2 3. ارفع ايدك. لو فتحت الورق ده دلوقتي هلاقي كل الورق تحول لونه للون الاحمر. كل الورق يتحول لونه للون الاحمر ما عدا كارت واحد بس هو اللي لونه ازرق. قبل ما اشوف الكارت ده اسال حضرتك سؤال، انت اللي مختار الكارت 8 التريفل بمزاجك ولا انا اللي اجبرتك عليها؟ لا انا الكارت الوحيد اللي في الكروت كلها لونه ازرق هو 8 التريفل. افتح ايدك كده، اقفل ايدك عليها مره ثانيه. لو فتحت باقي الورق الاقي كل الورق لونه احمر، ولو فتحت الاتجاه التاني الاقي كل الورق ارقام عاديه. الكارت الوحيد اللي لونه ازرق هو كام؟ 8 تريفل. ممكن نشوفه؟ اقلبه.
الهواء ازاي يعني. عايز حضرتك تتاكد من الورقه ده انه عادي جدا واحنا لعبنا بيه لعبه واتنين دلوقتي وفنطه زي ما حضرتك عايز اي تفنيط انت عايزها. وانا هروح اكتب اي توقع هنا. شايف هنا؟ اكتب هنا اي توقع في الثلاث مربعات دول اللي هو رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 وفنط الورقه زي ما حضرتك عايز وانا هحاول اكتب التوقعات دي هنا. فنط لحد ما تتاكد ان الورق كله ارقام عاديه خالص. اوكي خلاص انا بكتب توقعات هنا لحاجه معينه هتحصل دلوقتي. عايز حضرتك تفنط الورق ده زي ما انت عايز. فنطه زي ما انت عايز. فنطته خلاص. محتاجين نقرب دي شويه ممكن. خلينا نبدا. اقلب الورق ده وتاكد ان هو ارقام عاديه الاول. اقلبه ازاي؟ الظهر يعني تاكد ان هو ارقام عاديه خلاص واقلبه. واقسم الورق ثلاث مجموعات. اي ثلاث مجموعات انت عايزهم من اي مكان يعجبوك. شيل مجموعتين كاننا هنرميهم هنا فوق بعض. في بعض. اللي انت عايزه في الورق اعمله. تشيل برضو ثلاث مجموعات. شيل مجموعتين وسيب اللي انت عايزها. اقسم برضو المجموعة دي. شيل مجموعتين سيب المجموعة اللي انت عايزها. بس اهم حاجة اقسم لحد ما يتبقى معانا في الاخر خالص ثلاث ورقات. عايزين كمان ورقة تالتة عشان عندنا ثلاث خانات. تحب تغير الثلاث ورقات دول؟ انا ما اعرفهمش. ما تعرفهمش. عايز تغيرهم؟ لا مش عايز اغير. اخر كلام؟ لا مش عايز. طيب شوف هاخد الثلاث ورقات دول زي ما هما. عايز الورقة دي رقم 1 ولا 2 ولا 3؟ دي عايزة رقم كام؟ 1. 1 الف عشان نشوفها. هتشوفها حالا دلوقتي. ودي 3 اللي هي في ايدي دي 3. ودي 2. حضرتك تحب تغير الاوراق اللي حضرتك اخترتها دي ولا لا؟ تحب تغيرهم ولا لا؟ طيب اخترت الورق ده بمزاجك صح؟ ايوه. وفنطت كل الورق وفي الاخر اتبقى الثلاث ورقات دول. انا كنت اعرف ان حضرتك هتختار الثلاث ورقات دول؟ لا. طيب شوف لو انا لفيت دي كده هلاقي ان حضرتك اخترت 2 دايموند. انا كنت متوقع ان انت هتختار اول واحده 2 دايموند في مكانها. وانك هتختار 9 سبيد انا كنت متوقع انك هتختار 9 سبيد في مكانها. وانك هتختار 1 هارت انا كنت متوقع انك هتختار 1 هارت في مكانه. وريني البتاعة دي. دي ثابتة دي ثابتة. ده استند بس. ماشي. عارف ايه الأحلى من كده؟ اه. دي الكروت اللي حضرتك اخترت منها. ايوه. وقسمتها مجموعات وقسمتها أجزاء. ايوه. لو فتحت الورق ده هلاقي ان كل الورق ده فاضي وان الثلاث ورقات بس اللي انت اخترتهم هما اللي كان فيهم الارقام. ممكن حضرتك تتاكد بنفسك.
خلينا ناخد الكوتشينه دي نحطها في العلبه بتاعتها، وتاكد ان العلبه دي فاضيه. طيب نحط دي جوه هنا في مشكله. عايز حضرتك بس تزقها بايدك شويه. 1 2 3 انفخ هنا. استنى زي ما حضرتك عايز اعمل. استنى غير على اللعبة غيرها. هعمل مع حضرتك لعبة فيها توقع كده بسيط قوي، اتفقنا؟ ماشي. ندخل بقى على العاب المنتاليزم. ده نوتس او مفكرة فيها. ايه ده؟ دي اللوجو بتاعي عزام دوت ماجيك. أوكي. ده الحساب الرسمي بتاعي على الانستجرام. اوكي. ده في حاجه معينه انا هبدا العبها مع حضرتك دلوقتي. هحط ورقه جواها توقع باللي هيحصل دلوقتي. وفي نفس الوقت معايا هنا برواز. البرواز ده هيحصل فيه حاجة دلوقتي. خلينا نشوف مع بعض. أعرفك الأول على النوتس دي. زي ما قلت لحضرتك ده الأكونت بتاع الانستجرام عزام دوت ماجيك، فده الحاجة اللي أنا بلعب بيها أي حاجة. أوكي. لو فتحنا هنا نلاقي مثلا عزام، ونلاقي اللوجو، ونلاقي بروفوس. أوكي. السبونسر، اتفقنا؟ لو فتحت عزام نلاقي عزام مثلا مكتوبة بأرقام الوان مختلفه زي ما حضرتك هتشوف. مثلا لون لف كده عشان الكاميرا تشوف. الاتجاه ده. مثلا اللون الازرق، اللون البنفسجي، الاسود. ده حروف مختلفه، طريقه كتابه مختلفه، احمر. كلها اسم عزام. كلها اسم عزام بس ارقام حروف مختلفه. واشكال كتابه مختلفه. اوكي. ولو فتحنا اللوجو مثلا بمبة احمر اسود زي ما حضرتك شايف. هو مش شايفك، عايز يشوفك. ها اتفقنا. ولو فتحنا الاخير نلاقي مثلا احمر بالخط ده، اخضر بخط اتخن، فوسفوري، لبني. اوكي. زي ما حضرتك عايز. عايز حضرتك تفتح صباعك، افتح اي حاجه حضرتك عايزها هنا. اوكي. افتح صباعك الناحيه الثانيه، افتح اي حاجه حضرتك عايزها هنا. اوكي. افتح هنا اي حاجه حضرتك عايزها هنا. اوكي. كون معاك الشكل ده صح؟ اه. اسود عزام بالاسود. ايوه. ذهبي ذهبي. اه. برافوس برافوس. باللون ايه؟ رصاصي رصاصي. انا كنت متوقع ومصور نسخه من اللي هيحصل دلوقتي جوه هنا. ان لما اقول لحضرتك اختار او ستوب نفس الورقه. اوكي. والاحلى من كده مجرد ما مرر البرواز ده عليها بس كده يتكتب جوه عزام باللوجو وبروفوس. وعشان تتاكد اكتر ان ده برواز عادي جدا، برواز ازاز، افتح ده لو سمحت. افتح ده تلاقي كارت. وده برواز ازاز زي ما حضرتك شايف. خلينا نلعب بقى مع بعض. ننقل الحلقة بتاعتنا خالص لألعاب تانية. هي بتسخن يعني. نلعب بسيطة دي. شوف قبل أي حاجة معايا رسالة لحضرتك. رسالة دي من عزام لدكتور عمرو الليسي. خلي الرسالة دي مع حضرتك، حاول تخليها كده متدارية عني طول الوقت. ده ظرف جوه رسالة. خلينا نقفل الظرف برضه للأمان. خليها جوه هنا. رسالة ايه؟ احطها فين الرسالة دي؟ خليها جوه هنا واقفل عليها. يعني اطبقها كده؟ مفيش مشكلة زي ما حضرتك عايز. طب اجيب يعني؟ مفيش مشكلة، خليها متدارية بس أهم حاجة عني.
داري عنك كده كده يعني. كنت انت حطيت الكارت في جيبي، حطها هنا بس في جنبه وخلاص. يا تخليها هنا، خليها يلا. هنا اتفقنا. شوف هعمل مع حضرتك حاجة زي قراية أفكار منتاليزم، هحاول أقرا تفكير حضرتك بس مش من يوم فات ولا اتنين. يعني مثلا أنا أعرف حضرتك عملت إيه امبارح؟ لا. أعرف رحت فين امبارح؟ لا. أعرف كنت مع مين امبارح؟ برضه لا. لا. أنا هقرا تفكير حضرتك من أسبوع فات. سهلة دي ولا صعبة؟ صعب. ممكن أكون مراقبك عادي يعني، صح؟ طب لو من شهر؟ صعب. طب لو من سنة؟ أصعب. أكيد ما كنتش عارف إن أنا أقعد مع حضرتك بعد سنة فهراقبك من سنة. أنا مش هراقبك أو أتوقع أو أحاول أخمن أو أقرأ تفكيرك من أسبوع ولا من شهر ولا من سنة. أنا هقرأ تفكيرك من أول ما حضرتك اتولدت، وأحاول أعرف أنت فكرت في إيه أو عملت إيه. اتفقنا؟ في حاجة أنت هتحددها لي عشان خاطر حياة حضرتك كتيرة مليانة مواقف. فتخيل ان حضرتك في يوم من الايام كنت موجود في مكان صعب الامور عليا. ما تقوليش ان المكان الاستاديو، ممكن ابقى عارف صح، ممكن اتوقع ايه اللي ممكن يحصل، فقرات، ضيوف، حاجه عاده بتعملها صح. انا عايز حاجه تانية ما تخيلش او اتوقع انك بتعملها. تخيل ان حضرتك كنت مسافر في يوم من الايام مثلا سنه 2 10 20 30 في اي مكان في العالم. سافرت مع حد او لوحدك، عايزك تتخيل وتفكر في موقف كنت موجود فيه مع حد وسافرت معاه، وحاول تفتكر السنه في اي زمن. يعني في اي زمن مهما كان، في اي زمن مهما كان، مهما كان، سواء الشخص ده عايش او ميت، موجود او لا. فكر في اي انسان، شخص كان معاك، كنت موجود معاه في اي مكان، وحاول تفتكر الوقت، بلاش الساعة عشان هتبقى صعبة، ولا اليوم، خليها السنة. فاكر كنت مع مين في سنة من السنوات؟ موقف مؤثر معاك، حاجة حابب انك تفكر فيها؟ فاكر. فكرت في المكان؟ فكرت. مشوار، غدا، شغل، سفر، ايا كان نوع المكان ايه، شخص؟ فكرت. السنة؟ اساس ما حضرتك تقولي فكرت. المكان اللي كنت فيه كان فين؟ مش في مصر. مش في مصر. صعب الامور عليا يعني. كان فين؟ ممكن تقولي المكان. يعني ايه فين؟ قولي المكان. يعني مثلا في اوروبا. اعتقد ان لو اوروبا ففي عندي حوالي 6 قارات في العالم صح؟ باستثناء القارة الحديثة. اوروبا 6 قارات؟ لا، في 6 قارات في العالم باستثناء القارة الحديثة. فأوروبا هتبقى سهلة، لأن أنا بتوقع أوروبا من وسط 5 قارات كمان صح؟ فأنا عايزك تحدد لي فين في أوروبا بالتحديد. اسم البلد يعني؟ اسم البلد. ألمانيا. في ألمانيا. سنة كام لو تفتكر؟ في 2013 حضرتك كنت في ألمانيا. أيوة. مع مين؟ الشخص؟ ليه؟ خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، بس خلينا نعرف مين. حاجة عائلية أو شخصية أو كده؟ ده يصعب الأمور عليا أكتر. حابب اعرف. ممكن كنت مع المرحوم والدي. اسمه؟ ممدوح الليسي.
يعني حضرتك كنت في ألمانيا سنة 2013 مع المرحوم والد حضرتك أستاذ ممدوح الليسي الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. كنت سايب رسالة مع حضرتك، ممكن تفتحها لو سمحت؟ أي رسالة؟ اللي جوه الجاكيت الظرف ده. في صيف عام 2013 سافرت إلى إحدى البلاد الأوروبية، دولة ألمانيا، مع الأستاذ ممدوح الليسي. انت حيرتني اكتر كده جدا. تعرفت؟ توقعت ايه؟ حطيت نفسي مكانك، فكرت لو انا مكان حضرتك افكر. في صيف عام 2013 سافرت الى احدى البلاد الاوروبية، دولة المانيا، مع استاذ ممدوح الليسي. ومعلم على الحاجات اللي انا حددتها بلون تاني. وش عرفك ان كنت هختار 2013؟ وش عرفك ان كنت هختار ان انا سافرت مع بابا؟ انا سافرت كتير. وازاي كتبتها قبل ما تقعد معايا واديتني الظرف؟ عرفت منين؟ عرفت منين؟ هو ده السر اللي ممكن اقوله لحضرتك ولا ممكن حد يعرفه. هو ده اللي نجح الحلقه الاولى والثانيه، لانه لو تعرف هيبقى زي اي حد. لا، الموضوع ده يعني، بس خلينا مقتنعين في الاول وفي الاخر للمره المليون وواحد ان دي خفه يد مش اكتر. مش فاهم ازاي خفه يد. مش عرفك انا سافرت مع ابويا 2013؟ دخل يعني خفه يد دخلت جوه دماغي ازاي؟ انت كاتبها قبل ما نتكلم. انا لسه عمال افكر. ده انا كنت هختار حاجه تانية، كنت هختار سفريه تانية. في لندن، مكان تاني، ومع شخص تاني. فكرت في لندن صح؟ غيرت رأيك في الآخر؟ طب مع مين في لندن؟ أنت لسه قايل لي حاجات عائلية مش حابب أقولها؟ لا، ما عنديش خايف من أقول. لا، حاجات عائلية يعني عادي. ما أنت قلت عائلية، وأنت كتبت عائلية. سفر عائلي كان في لندن. سافرت لندن مع مين؟ أسرة حضرتك. تأكد الأول إن الظرف كله افتحه بعد إذنك، مفهوش غير ورقة واحدة بس. أنت عرفت منين؟ بقول لك ما بهزرش، عرفت منين؟ توقعت إيه؟ إن حضرتك هتختار البلد ده. مش معنى، أنا سافرت مليون مرة.
اشمعنى السفرية دي ومع ابويا وفي التاريخ ده وفي الدولة دي اشمعنى؟ مفيش حاجة اسمها اشمعنى، في حاجة اسمها توقعات، لكن اشمعنى يبقى ده السر، وده اللي مستحيل افصح عنه، مستحيل اقوله لأي حد مهما كان، مينفعش. خلينا نصعب الامور اكتر. لا انت صعبتها علي اكتر، الامور كده بقت صعبة علي، الامور كده بقت الحقيقة مش يعني ما يمنع قايل لك وده مستحيل. لا هو مستحيل فعلا، ده مستحيل، هو فعلا مستحيل، ودي حاجة في منتهى الخصوصية الحقيقة، يعني موضوع السفرية دي في منتهى الخصوصية. نكمل. تسمحك محتاجين حد من الناس اللي موجودة تختار يعمل ايه؟ يلعب معنا. يلعب معنا؟ تيجي يا شيرين؟ تعالي. عايز كم حد؟ عايز كم حد؟ تلاتة. تيجي؟ تعالي. كمان اي حد يجي. تيجي؟ تعالي. تعرف حد فيهم؟ اتشرفت بحضرتكم، بس لأول مرة، أول مرة اتقابل معهم، وان شرف كبير لي مقابلتكم. تعرفيها شيرين؟ غير ان هو بيجي الاستوديو هنا؟ يعني تعاملتي معاه شخصيا قبل التصوير في حاجة؟ ما اعتقدش ان في اقوى من دي يا دكتور، بس ده المصداقية الناس تأكدوا. بص يا عزام، الحقيقة الموضوع ده مضايقني، يعني انا عايز اقول لك ممكن انبهر بيه، بس انا فعلا مضايقني، لان انا يعني عندي علامه استفهام كبيره جدا على المعلومه دي. المعلومه دي عليها علامه استفهام بالنسبه لي كبيره قوي. خلينا نشوف اللي هيحصل دلوقتي واقول لحضرتك انا عرفت ازاي. اتفقنا؟ مثلا معايا اربع ورقات، اتفضل. اي اربع ورقات اتفضلي. ايوه. شوف، هطلب من حضراتكم كل واحد فيكم يكتب او يرسم اي رسمة او اي رقم او يكتب اي كلمة باي لغة في العالم، اي حاجة تخطر على بالك اكتبها جوه الورقة دي من غير ما اعرف انت كتبت ايه ومن غير ما توريني. بلاش تكتب بالقلم ده علشان هيبقى هو المميز، فخلينا نكتب بقلم ازرق. يعني ايه بقى القلم ده بقى؟ انتوا كلكم ده قلم ازرق. القلم ده انا هرسم ايه؟ لا 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 لا، ده قلم عادي خالص، اختار اي قلم. انا معايا ثلاث اقلام، ثلاث اقلام، في تاني اسود وفي احمر. دي هات القلم ده، اي واحد. بص حضرتك، انا هخليني باصص الاتجاه التاني، وبعدك هترسم اي حاجه انت عايزها وتخبيها. هم هرسمهم كمان؟ هتديهم القلم، نفس القلم، هترسم او تكتب او اي رقم، اي كلمه باي لغه في العالم، باي رسمه انت عايزها. اتفقنا؟ تكتبها من غير ما اشوف. خليني انا باصص الاتجاه ده. ارسمها ولا اكتبها؟ زي ما حضرتك تحب، وما تقوليش انت رسمت او كتبت، خليها مفاجاه ليا. لا انت كده هتشوف الشاشه، ما تبصش. بص اي اتجاه؟ بص في الحته هناك. طب خليني اقول لحضرتك على حاجه. بص هنا خالص، روح بعيد. خلينا نبص الاتجاه ده كويس. روح، ايوه روح كده هناك، وشك في الحيط. يا ريت سريعا. حضرتك انتهيت؟ عايز ايه؟ لسه ما خلصتش، على مهلي. براحتك يا دكتور. مش جبت السفريه بتاعتي وجبت تاريخها وجبت المكان؟ خلاص
تمام. استنى بس اسكت يا اخي سيبني اركز لسه في ثلاثة. طب ممكن ياخدوا قلم تانية؟ طب ثانية واحدة خدوا قلم تانية ثواني انتوا بص بس من غير ما حد يوريني القلم اللي هو اختاره. بمعنى ايه؟ يعني مثلا مش عايزك تشوف ان انت رسمت الاحمر عشان لما ابص للرسمة بتاعتك ما اعرفش ان هي بتاعتك ولا انت رسمت. يعني خدوا الاقلام كده وتعاونوا مع بعض. لا يعني وبعد ما تخلصوا جمعوا الاقلام وارميها لي هنا قبل ما اضير ظهري بسرعة بقى سريعا. يلا مثلا في 5 عدات اتفقنا؟ 1 2 3 لا لا زي ما هي عادي. 4 5 خلاص؟ ادوا الورق كله لدكتور عمرو. ادوا ال4 ورقات لدكتور عمرو كلهم. تمام؟ خلاص. اوكي فنطهم لخبطهم. دكتور عمرو ثانية واحدة حضرتك معاك القلم الأسود وأنا عارف إن أنت معاك القلم الأسود. فبالتالي هتختار قلم من الأقلام الموجودة التانية دي عشان كده أنا هعرف إن الرسمة اللي بالقلم الأسود بتاعتك. شفت أنا يعني أنا غير الرسمة؟ هتغير لا ما تغيرش الرسمة خليها بس في ورقة تانية. نرسم تاني؟ يعني اعمل اللي حضرتك عايزه بس أهم حاجة مش باللون الأزرق مش باللون الأسود. اختار أي لون بحيث إن إيه إن أنا عرفت إن اللون الأسود ده كان مع حضرتك. فلو أنا بصيت ل4 رسومات هعرف إن السودة بتاعت حضرتك. صح؟ يعني غير الرسمة أو لو عايز تكتب نفس الرسمة اتني الورقة اللي بالسودة دي وعينها خبيها بعيد عني. وشك الناحية التانية روح هناك. حاضر حاضر يا دكتور. خلاص؟ تمام؟ خلاص. لخبط ال4 ورقات في بعض. خلاص. عايز ايه؟ اديهم لي. شوف من شخصية كل واحد من اللي واقفين قدامي انا هحاول احدد هو رسم ايه؟ هفكر في ايه؟ اتفقنا؟ كل واحد فيكم بص في عيني. كل واحد فيكم فكر في رسمة ورسم رسمة بتدل على شخصيته. مطلوب مني ان ابص للرسمة واعرف مين صاحب الرسمة. الرسمة دي مش بتاعتك يا دكتور. دي؟ مين قال لك انها بتاعتي؟ لا الرسمة دي بتاعت حضرتك. انت رسمت 4 8 اتفضلي بتاعتك. انت رسمت دي؟ حلوة منك يا دكتور. رسمتك ودي رسمتك زي ما احنا نكرر الموضوع. رسمتي دي بطريقة أصعب. إزاي؟
هات لكل واحد فيكم ورقه كبيره. ما انا مصدقك، بصي لي ليه مصدقك؟ وانا امسك القلم واوري لك، عايزكم ترسموا حاجات تتخيلوها ليها مثلا علاقه بحاجه معينه، اي حاجه تخطر على بالك. يعني مثلا خلينا نرسم اول رسمه مثلا. جبل مثلا، رسم كروكيا مونتين مثلا. مثلا ممكن ترسم حاجه صعبه قوي ما تخطرش على بال حد. فأس مثلا. خلينا نوضحها بطريقة تانية عشان تبقى عارفها. يعني مثلا فأس مثلا، حاجة ما تخطرش على بال حد، جبل، فأس. ممكن مثلا ترسم علامة سبايدر مان مثلا، هي عاملة كده صح؟ ممكن ترسم مثلا ارنب، ما تخطرش على بال حد. فدي الرسومات اللي عندي، مثلا علامه سبايدر مان او سوبر مان، مش عارف، ومثلا ماونتين، جبل، وارنب، وفاس، اي حاجه من دي. هرسم دايرة دلوقتي كبيرة وارسم جواها حاجة، ومش هستخدم دي عشان في ناس طلعت قالت ان الالواح دي الواح الكترونية وكلام كبير كده، ومش هستخدمها خالص. انا هرسم حاجة. انت شفت الكلام كله الشرح الالعاب اللي انت عملتها؟ تابعت بعض الحاجات. في حاجات مننا صح؟ اكيد، لان انا معتمد على خفة اليد الى حد ما، فبلعب اجزاء اجزاء اجزاء، فمستحيل ان حدش يعرف يكشفني. لا، في ناس هتكشفني، بس بيجوا عند الالعاب البسيطه الصغيره، زي ما ببدا مع حضرتك الحلقه. ببدا بليفل صغير صغير، وابدا يعلى لحد ما يوصل نقفل الحلقه عند حاجه قويه. فهم كلهم بيمسكوا في الحاجات الصغيره دي ويسيبوا الحاجات القويه التانية. بس انا عرفت تعمل بتاعه البطاطس ازاي. بنجيب الحله دي ونتخيل ان احنا بنسخن المكونات بتاعتها، ونقطع البطاطس بنتخيل، ونحط الزيت وتسخن في ايد حضرتك، ها، وتسخن تحتها 100 علامة استفهام. ازاي سخنت؟ حضرتك نسيت اكيد يا دكتور. شوف اخرتها معاك ايه. وبعدين ريحتها تطلع اللي ما كانتش موجودة اساسا. كل ده وهي في ايد حضرتك. بص، انا دلوقتي دي رسمتي، بعيد عن الالواح الالكترونية، بعيد عن اي حاجة. خليها هنا قدام حضرتك. ايوه. هطلب من كل حد فيكم يرسم دايرة، ياخد خطوة قدام خطوة ورا. ارسمي دايرة، يعني ابعدوا عن بعض اهم حاجة. دايرة كبيرة، دايرة كبيرة. من كل واحد فيكم يرسم حاجة في دماغه معينة، اي حاجة انت عايزها ارسمها، بس بشرط من غير ما اللي جنبك يعرف، من غير ما اللي جنبك يعرف انت فكرت فيه. ارسم اي رسمه في الدايره دي كلها. ممكن تكتب اسمها تحت كمان لو عايز تكتب اسمها، بحيث ان احنا ممكن انا ارسم كوبايه انت تشوفها مج مثلا، او سوري تشوفها فنجان، فما نختلفش بقى، فنجان، كوبايه كده. طب احنا محددين دي ايه، دي ايه، دي ايه. ارسم حاجه كبيره جوه الدايره. انا خلص، خليها مع حضرتك. عندي ليك مفاجأة.
ان احنا كنا رسمنا الاربع ورقات الرسومات بتاعتهم كان فيهم تقريبا 3 تمانيات 4 تمانيات بتاعتك وكان فيهم العين بتاعت حضرتك اللي قلنا عليهم وكان فيهم الوردة او ورقة الشجرة وطبع ورقة حضرتك ما كناش قلنا ايه هي فاكر حضرتك كنت كتبت فيها ايه صح؟ اه بص في عيني كده ما تقولش خلينا اقولك انت الرسمة الجديدة لما حضرتك من غير ما امسك الورقة من غير ما اشوف حضرتك اتوقع ان حضرتك حاجة كتبتها مش موجودة في المكان هنا رسمت حاجة مش موجودة في المكان صح حاجة متحركة مش ثابتة صح والله في منها بابين وفي منها أربع أبواب اللي انت رسمها بقى فيها إيرباج وكده ولا ما فيهاش نوع حقيقي طيب انت رسمت سيارة عربية صح ولا لا ورينا كده خلينا نشوف هما رسموا ايه ممكن حضرتك تورينا الرسمه بتاعتك نجمه ممكن حضرتك تورينا الرسمه بتاعتك واو نجمه ممكن حضرتك تورينا الرسمه بتاعتك نجمه عارف ايه المفاجاه في كده ايه عندي ليك ثلاث مفاجات الاولى ان ديت الرسمه الاولى اللي انت كنت راسمها نجمه مظبوط في المره الاولى الثانيه ان انا كمان رسمت نجمه الثالثه ودي المفاجاه ان لو حضرتك مسكت اس اطلع قدام كله جنب بعضه اس وده كان علامة ايه؟ فأس تي دي كان علامة ايه؟ أرنب قلبناها تبقى ار اس تي اي ار ستار يعني نجمة اللي حضرتك كتبتها وهم رسموها لا لا احنا نروح بقى احنا نروح كفاية كده النهاردة والله العظيم الناس ما هتصدق انت عارف انا لازم كنت اجيب الفقره دي بالجمهور على فكره عشان الناس تشوف ستار لحضرتك رسمتها من بدري انا فعلا رسمت نجم وكاتب نجم شكرا جدا يا مصطفى ايه اللي حصل يا مصطفى خلاص انتوا متفقين مع بعض على النجم يا ولاد عايز تليفونات معاكم تليفونات ايه لا يعني اوكي معاك تليفونك معايا اوكي تيجي نعمل حاجه بالتليفونات قوي قوي لا 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 مش هفتحه طبعا مثلا معايا ثلاث تليفونات معاك ثلاثة بس معاك ثلاثة بس شكرا جدا يا جماعة سعيد اني اتعرفت عليكم اختار ثلاث اختار تليفونين منهم اختار تليفونين منهم اخد ده وده يلا ميرسي لذوقك خليه مع حضرتك اتفضلي شكرا جدا اوكي شكرا جدا لحضرتك استريح هنا بعد اذنك استريح هنا بتوعكم بتوعهم هما الاثنين تعال هنا لو سمحت هنختار لعبتين وانت اللي هتحدد لي العب دي مع مين ودي مع مين اديني تليفون اول العب بيه ديك تليفون خد ده اوكي خلي ده مع حضرتك في جيبك طول الوقت اديني تليفون حضرتك التليفون ده بتاع مصطفى خلي ده مع حضرتك طول الوقت اتفقنا مصطفى هلعب معاكم لعبتين رياكشناتك صعبه بص لي كده ليه طيب انا بضحك على رياكشن طيب خليني اقول لك اديني تليفونك لو سمحت ونشوف اللعبه دي معاك بص احنا فتحنا
موبايلات كتيره بايه بايه فاكر؟ لا مش فاكر. باوبن يا عزام. اوبن دكتور نسيت صح. ازاي كده اوبن يا عزام يوبن، بس خلينا مقفول قافل دلوقتي مفتوح. اتفقنا؟ حافظ الباسورد بتاعك؟ زعلان مني كده ليه؟ عارف الباسورد بتاعك صح؟ ايه رايك؟ مالكش دعوه بيا. لو فتحت مالكش دعوه بيا خالص. لو فتحت انت التليفون ده بنفسك انا اللي افتحه؟ يلا عايزك تختار اي رقم يعجبك، اي رقم قول لي عليه. رقم كام؟ كام؟ 8. 8 بداية القصيدة كفر زي ما بيقولوا. أول رقم في الباسورد مش 8 صح ولا لأ؟ صح. أول رقم مش 8. عايز حضرتك تختاري أي رقم يخطر على بالك. 3. خلينا على طول 8 3. حتى لو تاني رقم 3 هو اوريدي أساسا أول رقم غلط، أول ديجيت موجود غلط فغلط. اختار أي رقم من الساعة بتاعتك. كام؟ قبل ما يفصل عايز إيه؟ أي رقم من الساعة. 6. الباسورد بتاعك كده ماشيين صح؟ كده مش صح. اختار اي رقم يعجب حضرتك. 5. اختار لي رقم يعجب حضرتك. 2. لو كتبت اخر رقم دلوقتي الموبايل يفتح ولا لا؟ مستحيل. غمض عينك كده فكر في رقم من 1 لـ5. من 1 لـ5 افتح عينك قولي عليه. 2. تأكد انها مفتوحة يا دكتور. فتحت الباسورد بتاعك بباسورد تاني خالص. ممكن تقفله؟ انا ما بفتحوش بالباسورد اصلا، انا بفتحه بباسورد صغير. ممكن بقى تقفله عشان اقول لك الباسورد الصح كام؟ اقفله كده. مصطفى اتدخل. اقفل الموبايل. اقفل. يلا عشان اقول لك الباسورد الصح. مصطفى كده مفتوح مصطفى؟ كده مفتوح. اعمل اي حاجة حضرتك عايزها. قفلته. يلا عشان اقول لك الباسورد الصح كام. افتح الموبايل اكتر الباسورد اللي عملوه لك ده. بص في عيني. يلا ها فكر في رقم من 1 لـ5 قولي عليه. كام؟ 3. اكتر 3. الباسورد بتاعك ما فيهوش 3، الباسورد بتاعك فيه 3 ارقام متشابهين. فكر في رقم من 1 لـ3 قولي عليه. كام؟ 1. الباسورد بتاعك اوله 1، وطالما 3 ارقام متشابهين يبقى 3 وحايد. اكتب 3 وحايد. اوكي 3 و1 الفرق بينهم كام؟ مستني ايه؟ اكتب 2. 2 في 3 بكام؟ 6. 6 تكتب 6. 1 2 3 6. بص في عيني كده اكتب اخر رقم 4. فتح. مش ده الباسورد بتاعك برضه؟ الرقم ده صح يا مصطفى؟ بجد ما انت عرفت منين. اوكي شكرا جدا لحضرتك. عن دورك بقى الحق غير الباسورد. تروح يا مصطفى. خليك لسه. طيب تعالى نعمل معاك لعبة. شوفي انا اول مرة اقابل حضرتك وطبعا ليا الشرف النهاردة. احتمال حدوث ان انا قابلت حضرتك قبل كده 0% صح؟ فتحنا باسورد بطريقه غلط على فكره الموضوع قلب عندي بضحك. وقلت له على الصح، لكن مع حضرتك هعمل حاجه تانية خالص. اوكي اديني التليفون حضرتك. وده تليفوني مقفول صح؟ اوكي ومش بيتفتح بلوش ومش بيتفتح يعني مأمنه. وده كمان مقفول. كل اللي انا هطلبه من حضرتك انك لو حاولنا نفتح التليفونين دول مش هينفع انهم يتفتحوا. انا تليفوني ينفع ان يتفتح، لكن انا مش هفتح لك التليفون. خلينا نغير ونعمل حاجه جديده شويه. بس اسمعك اعملي ايدك كده. قولي الموبايل ده عزام بيقول لك رن. قولي عزام بيقول لك رن. 1 2 3
حطيتي لي ايدك؟ انا عامله ميوت عشان هو ده رقم تليفونك؟ انت عرفت منين طيب؟ رقم تليفونك؟ ده رقم مين ده؟ ده رقم مين؟ ده رقم تليفونها برن عليها. ممكن نتأكد؟ نتأكد. الو، ازيك يا دكتور عمرو؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام. كلمني كلمني. الو، وحشني جدا والله. فكره عجبتك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خد يا ابني. تيجي نصعب الامور اكتر؟ نصعبها. فين تليفون حضرتك؟ لا ما جبتوش. انا باجي مخصوص هنا عشان تليفون حضرتك. مفيش تليفون. ممكن بعد اذنك تجيبه؟ حد يجيب لي تليفوني من فوق. طلعت تليفوني من فوق. على بال ما انا اقصد ما اجيبش التليفون النهارده عشان خاطر الفقره دي. على بال ما تجيب تليفون حضرتك، تعالى نعمل لعبه بسيطه قوي. خلينا نشوف. جاهز؟ جاهز. عايز حضرتك تمد ايدك جوه هنا. مد ايدك جوه هنا. حسبي. مد ايدك جوه. لو في اي حاجه طلعيها. لو في اي حاجه طلعيها. ده مقفول بجراب حاوي. سيبي ايدك ثانيه. مقفول بجراب. مد ايدك جوه. لو في اي حاجه طلعيها. لفوا لي بره يا جماعه عشان المصور مش عارف يصور كده كويس. بص، خلينا نطلع كده ونحاول نمد الناحيه الثانيه. مد لو في اي حاجه طلعيها. في اي حاجه؟ مفيش. اوكي، شوفي. امسكي ده كده لو سمحتي. خليكي ماسكاه كده واعملي ايدك عليه كده طول الوقت. ايد تحت وايد فوق. خليها زي ما هي كده. قافله كويس؟ ونتخيل ان حضرتك دلوقتي معاكي فلوس كاش كده كويس؟ وفي شوبينج مثلا. أو نزلت تشتري حاجة، أو بتغيري حاجة وبتدفعي تمن فلوسها أو الفرق. فكري في حاجة نفسك تشتريها مثلا، أو آخر حاجة اشتريتيها كان سعرها كام؟ كانت منين؟ دخلت نقيتها وفي حاجة أنا ركزت فيها واشتريتها، فاكراها؟ عايز صوتك. كنت عايزه كنت عايزه اجيبها بس ده من فتره، بس هو ده اللي ركزت فيه دلوقتي. بس هو من فتره. هون يعني جبتيها ولا ما جبتيهاش؟ هاتي الموبايل. لا ما جبتهاش، بس انا ركزت فيها وكنت عايزه اجيبها. اوكي، شكرا. فكري في الحاجه دي كويس قوي. فاكره سعرها كان كام؟ فاكره كانت عامله كام؟ عالي صوتك من فضلك. فاكره كانت بكام بالظبط؟ بص، عارفه انت مثلا لو انت اشتريتي حاجه ب 199 قرش، سوري، ب 199 جنيه 99 قرش، عايزك تقولي لي السعر بتاعها زي ما مكتوب بالظبط. حاولي تفتكري. ما كانش افتكري حاجه قريبه انت اشتريتيها مثلا وفاكره سعرها. هتغيري ولا تثبتي؟ لا انا ثابته عشان فاكره الحاجه دي كويس. فاكراها؟ طيب، عايزك تقولي الحاجه دي كان سعرها كام، او الفلوس بتاعتها كانت كام؟ كانت ب 2295. 2000 جنيه 2000؟ 295. بص، ارفعي ايدك بالراحه. ارفعي ايدك. 1 2 3 نفتح. مش باين خالص. تعالى عشان الكاميرا تصور. نفتح دي زي ما هي. 5 20 اشوفهم. فاكرة كانوا كام؟ 2295. ممكن تعديهم بعد اذنك ولا تعدهم انت؟ انا عايزك انت تعدهم عشان في مفاجأة محضرها لك.
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2000 50 90 لا انت ايه 2000 اكيد فيهم غلطه استنى عندهم 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2000 كده وكده 2095 انت هي ايه 2000 هي ايه 2295 2000 295 295 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2295 نزلت من فلوسها حاجه او اي حاجه مسك كده فلوسها ما جبتهاش عندي لك مفاجاه صغيره خير مدي ايدك جوه جيب حضرتك كده تلاقي في ورقه صغيره كده تكت ممكن تطلعه ممكن تشوف السعر بتاعه كام الفين متين خمسة وتسعين تمن البدلة تمن بدلتي ده اللي فكرت فيه يا دكتور بالمناسبة لو اشتريتيها دلوقتي نزل عليها خصم 200 جنيه واسألي مش فاهم هي تشتري بدلتي؟ لا ما. هي نفس الحاجة اللي حضرتك فكرت فيها وده التيكت بتاعها. كنت تجيبي بدلة؟ كنت مفكرة نفس الحاجة اللي هي فكرت فيها بنفس السعر اللي كان موجود في جيبك بتاع البدلة. أيوة بس الفلوس اللي نزلت مش 2295 عشان الحاجة دلوقتي تمنها 2095 ده نعرف منين؟ انت تخليني اروح اشوفها ريحتيها بس انت مش عرفك ان انا بجيب كارت فيه بتاع تم بدل 2295 اللي اخترته هو انا اجيب ده فيه كتاكيت بيطلع كل شويه يطلع حاجه مديرك مش هتلاقي فيه حاجه تانية هشوف لي يكون فيه حاجه تانية استنى انت مش عرفك ده في جيبي ومن شوية طلع شكرا جدا لحضرتك تنسيش بقى تسألي عليهم خليهم يلا خلينا نركز مع بعض نكمل بس في موبايل حضرتك دي اكتر فقره انا بحبها هي اي حاجه متعلقه بموبايل حضرتك لازم افقد موبايلي شوف موبايل حضرتك غيرت الرقم السري على فكره دي المره 9000 تغيره غيرت ده الموبايل بتاع حضرتك بس خلي الموبايل طول الوقت هنا في النص قدامي وقدام حضرتك وعايز حضرتك مش عرفك ان دي تمانية 2295 هي اختارت 2295 لو مش عرفك ان الكارت بتاعها في جيبي السعر بتاعها في جيبي نفس السعر اللي اختارته والفلوس اللي طلعت طلعت على قد الحاجه بالظبط قد الحاجه اللي هي لو راحت دلوقتي اشتريتها هتلاقيها 2095 بس فعلا بيقولوا لي فعلا الستايلست معايا بيقول لي فعلا كده الكارت محطوط جوه
طب هو شافه بيحط كارت ما يعرفوش اصلا؟ ده تليفون حضرتك؟ ايه؟ ده تليفون حضرتك. دلوقتي انا وقفتها قدامي، كانت اول مره اشوفها واتقابل معاها. ده الستايلست اللي معايا ده اول يوم ليه النهارده. اول مره اشوفها وخليت الموبايل يرن على موبايلها، صح ولا لا؟ صح. انا صعب الامور اكتر، انا مش هخليه شخص موجود قدامنا ولا شخص موجود معانا، مش في الاستوديو. هتعمل ايه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. تخيل ان حضرتك فتحت الكونتاكتس بتاعتك، مليانه ارقام تليفونات، مليانه عدد كتير ملوش اول من اخر، صح ولا لا؟ صح. عايز حضرتك تفكر في اسم واحد بس من الناس اللي موجود عند حضرتك على الموبايل، شخص واحد بس، اعمل فوكس عليه وفكر في اسمه. حد مثلا يكلمني مثلا، يعني حد اتصل بيا؟ اتصل بيه او يتصل بيك، فكر في اسمه، فكر في اسمه بس جواك، حاول تقوله. اخر مكالمه عملتها قبل ما اخش الاستوديو مثلا، حد يعني حد يكلمني قبل. قول اسمه جواك. سين دي ولا صاد؟ عشان مش متاكد. سين صح؟ هي ايه اللي سين؟ الاسم بتاعه في حرف السين صح؟ تخيل ان الاسم بتاعه اللي فيه حرف السين ده لسه مش عارف هو اسمه ايه، او عارف بس مش عايز اقول دلوقتي، ما علينا. تخيل ان هو دلوقتي ماسك الموبايل بتاعه، حطه قدامه دلوقتي، بيفكر في حضرتك. لا لا، رجع في تفكيره، قال اكيد حضرتك بتصور دلوقتي. لا، رجع تاني فكر في حضرتك، فتح الموبايل بتاعه، بيرول في الكونتاكت لحد ما جاب اسم حضرتك. هو جاب اسمك دلوقتي؟ ايوه. لا، برضه في تصوير دلوقتي، بيحاول يرن عليك دلوقتي، هو عايز يرن عليك. فكر فيه، فكر، ركز معايا، فكر في الاسم بتاعه. شوف، واحد، اثنين، ثلاثة. اسمه ايه؟ اسامة. مسجله ايه؟ اسامة ايه؟ قول. اسامة صيام. اسامة صيام هو ده؟ هات التليفون. اسامة صيام النهار ده اللي كنت بتفكر فيه كلمك؟ ايوه. عندي ليك مفاجأة بسيطة قوي. استنى ما اكلمه. انت عملت تخيله يكلمني ازاي؟ مفاجأة بسيطة قوي. فاكر مش عرفك ان اسامة صيام، مش عرفك انه وخلوه يطلبني ازاي؟ فاكر علشان خاطر ما نشهرش برقم تليفونه للناس، فاكر الثلاث ورقات اللي كانوا موجودين هناك هنا صح؟ لا. انت خليت اسامه يطلبني ازاي؟ اتنين دايموند، تسعة سبيد، واحد هارت. ايوه. مش دي الارقام اللي حضرتك اخترتها؟ ايوه. انت فكرت في اسامه بمزاجك واخترته بمزاجك ورن عليك بمزاجك صح؟ المفاجاه ان لو حضرتك فتحت الكونتاكت هتلاقي ان رقم التليفون بتاعه اخره 291 2 9
واحد. موجود في المسجد كويس الان. التايم متخيل؟ كلوز يور فون، ركز معايا هنا. محتاجين اي حد؟ لا استنى اكلم اسامه، انا عايز افهم. ده الفجر بيتكلم الفجر، لو كنت في كارثه ما يجيبنيش. تقريبا هو قايم باين يعمل ايه؟ قام ساب تليفونه راح فين؟ ما بيردش. تعبت في ايه؟ هو خلاص رن على حضرتك، فلما انت ما ردتش عارف ان انت في تصوير، فساب التليفون وقام يعمل حاجه. شويه وهيرن عليك. احنا بنصور الفجر. شويه وهيرن عليك تاني. ايه ده؟ محتاجين اي حد معانا؟ اي حد ما يكونش ظاهر معايا؟ اوكي؟ اي حد؟ تعال. كمان حد معانا؟ اتفضلي. زميلنا مهندس الصوت، انت اشتغلت المحطة كلها. شوف اختار لي حد من الاثنين يساعدني. مين انت؟ خالد اسامه سليم يكلمني ازاي دلوقتي؟ هيرن على حضرتك تاني هو، بس لما انت ما ردتش قام يعمل حاجه وراجع تاني دلوقتي. حاجه ايه ده؟ احنا متاخر الوقت، متاخر قوي. طيب اختار لي حد من الاثنين. اه اوكي. شوف حضرتك هتبقى المساعد بتاعي دلوقتي، هتعامل معاك كانك الماجيشن، كانك ماجيشن او ماجيك او ساحر. طب انا عايز حضرتك تقف معايا هنا كده، حاطي رجليك الاثنين جنب بعض. اوكي اقفي جنبي هنا لو سمحتي. اوكي اقفي، اقفي وشك للناس. هطلب منكم انتوا الاثنين تغمضوا عينيكم. اتفقنا؟ اي لمسه تلمسك، لما اسالك تلمس تبين، لما اسالك تقول لي، غير كده ما تقولش. اتفقنا؟ ركزي في عيني كويس قوي قدامك، ركز معايا هنا بعد اذنك. عايز حضرتك تغمض عينك. انا عمال افكر في اسامه اللي كلمني، انت خليته يطلبني ازاي؟ غمض عينك. اغمض عينك. افتح عينيكو. عارف ايه اللي حصل؟ اه عارف. انا لمستك فين؟ اي رجل فيهم؟ تمام قوي. المره دي هعمل مع حضرتك حاجه، عايزك تغمض عينك. تفكري في اي حاجه انت عايزاها، اي حاجه عايزه تقوليها، او حاجه عايزه تشتريها، او حاجه عايزه تجيبيها. افتحي عينك، بصي لي. فكري في اي حاجه، صعب جدا انها ممكن تحصل. فكرت انت دلوقتي المجاشه مساعد معايا، اتفقنا؟ نبدلوا الاماكن مع بعض. عن طريقك هعرف هي فكرت في ايه او اختارت ايه. اتفقنا؟ خلينا اخد دي، في اي مشكله امسكها قصادي هنا بعد اذنك، اعملها كده. دفعنا الناحيه التانيه، ركز معاها كويس قوي، ركز معاها، معاها هي. قرب، ابعد دي شويه،
فكري في اي حاجه انت اختاريها، اي حاجه تعجبك نفسك تشتريها، نفسك تجيبيها، فكرتي فيها؟ عرفتي اختارت ايه ولا لسه؟ بس تخيل انك خدت الفكره من دماغها. قرب عليها الناحيه دي، قرب عليها الناحيه دي، قرب الناحيه دي. قولي انت اخترتي ايه في العد رقم 3. 1 2 3. هو ده. مفيش سمك. انت فكرتي تحط سمك؟ انت فكرتي في حوض سمك؟ انا فكرت في حوض سمك فعلا. بتبص له كده ليه؟ ما انت اللي جبته لما هي فكرت فيه. انت جبته منين ده؟ هو كان هنا في حوض سمك ساعه ما جه؟ وانت فكرتي في حوض سمك ليه؟ عايز تعملي ايه يا مروه؟ عشان هو حاجه غريبه وبقالي يعني نفسي اجيب فعلا. سمك وبيقى ده بيلعب. ده انا دماغي اللي بتلعب دلوقتي. خدي يا بنت الحب بتاعك. اتفضلي. شكرا جدا. مبروك عليك يا حوض السمك. نفسي اعرف اخرتك ايه. نفسي اعرف. اصبر. اوكي. عايز تعرف ايه انا اقول لحضرتك؟ في حاجه. نعم. ولا انت مالكش اخر؟ لا، هو الابداع والشغل والاجتهاد مالوش اخر. طول ما انت بتشتغل وطول ما انت بتتعب طول ما انت بتتدرب مفيش حاجه توقفك ومفيش نهايه ليك. انليمتد. هتعرف تعمل اي حاجه تتخيلها، اي حاجه. زي مثلا النجمه. انا توقعت ان حضرتك هترسم مثلا السياره العربيه. توقعت منين؟ دي كانت توقع. فعلا توقعت منين؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. بس برضه بصراحه يعني توقعت منين هرسم عربيه؟ توقعت منين هرسم نجمه؟ ده توقع. توقعت منين ان انا مسافر كنت مع ابويا الله يرحمه في سنه كذا؟ الله يرحمه يا سنين. وكذا. توقعت منين تمن البدله اللي لابسها 2295 جنيه؟ توقعت منين ان هي عايزه حوض سمك وجيب لها الحوض السمك؟ يعني الى اي مدى ده توقع؟ من زي ما قلت لحضرتك يعني انا متاكد ان دي خفه يد طبعا. اتفقنا. وانا عارف انك انت بتجيد خفه اليد، وانا عارف انك انت دي حدودك في خفه اليد. بس الحقيقه محتاجين نفهم اكتر، لان في ناس طبعا الحقيقه لما بتجد زي ما انا يعني في ناس يقول لي انت كنت منبهر قوي. انا الحقيقه بنبهر، يعني انا يعني بيحصل انبهار زي ما مصطفى السوشيال ميديا عندنا انبهر. لكن هو السؤال كيف يحدث ذلك؟ بطريقتي انا؟ بتوقع. يعني توقعت ازاي ان اسامه سامح هيتصل بيا؟ ما هو ده من ضمن التوقعات. واتصل بيا ازاي؟ ما هو ده من ضمن التوقعات. ما هو حضرتك التوقع نوعين. ايوه. توقع ايه؟ الموبايل ده يا انت تختار الحاجه وانا الاسم ده في ذهني اعرفها. ايه؟ يا انت تختار الحاجه وانا اعرفها. يعني مثلا استاذ اسامه، انت قلت لي 3-2-1 رن التليفون بتاعه، هو اللي طالبني. وانت اساسا مختارها من بدري. عايز بقيه الرقم؟ اي رقم عارف تيجي اقول لك عليه ولا اقول لك عليه؟ قول بقى. رقم ما عدا رقم عشان ما يبقاش يعني. قول بقى. انا مش حافظ. قول اخر رقم. في واحد؟ لا بص في عيني كده. هو معاه رقمين. اخر رقم في واحد ده كده رقم اللي هو كان 291. الرقم التاني بص في عيني. 0. ايوه. 10. ايوه. 9. مظبوط. 1. ايوه. 7. صحيح. 5. ايوه. 2. 2.
طب ده ايه؟ ده رقم. ليه رقم تاني بالمناسبة؟ فتحت عليه ولا لسه؟ ليه رقم تاني فعلا؟ بص في عيني كده، زيرو واحد زيرو زيرو. زيرو زيرو اتنين تسعة واحد. طب ازاي؟ انت حافظ الرقم؟ انت حيرتني اكتر الحقيقة. طيب عزام انا بشكرك جدا، وانا اتمنى لك كل توفيق كل نجاح. انت الحقيقه النهارده عملت العاب الحقيقه اثارت فضولي اكتر وخلتني اكتر حيره انت بتعملها ازاي. بشكرك جدا يا عزام، نورتني. شكرا جدا. واتصور للحديث بقيه. اللي باكد عليه ما نقدمه هو خفه يد. ارجوكم ما تخلوش دماغكم تروح لبعيد، خفة يد فقط لا أكثر ولا أقل. وأشكركم جدا.